الفنانة المغربية شيماء عبد العزيز لا أقبل العمل بدون أجر. إليكم التفاصيل. انتقدت الفنانة المغربية شيماء عبد العزيز حضور نفس الأصوات بجينيريكات الأعمال الفنية والاحتكار على بعض الفنانين بعينهم في المسلسلات وتكرار نفس الأمر كل سنة، معتبرة ذلك تغيبا معتمدا من الأشخاص للفنانين وإشراكهم في الأعمال الفنية. وأوضحت شيماء عبد العزيز خلال مرورها ببرنامج راشد شو الجمعة الماضية أنه عرض عليها العمل مجانا أو العمل بمقابل أن تمنح لها الأغنية وتضعها بقناتها على اليوتيوب وتستفيد من عائدتها، وهو الأمر الذي رفضته وترفضه، معززة ذلك بسؤالها من يضمن لي أن تحقق الأغنية بقناتي العائدات التي أطلبها، مضيفة أحان الوقت لإعطاء القيمة الحقيقية للفنان المغربي. وشددت شيماء عبد العزيز على أنها لا تشتغل بالمجان وأنه واجب تقدير الفنان وتقدير مجهوداته، لأن الفن مهنته، وأنه إذا لم يشتغل بفنه فليس له أي مدخول آخر للعيش.